أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عن اعتزاز مملكة البحرين بتاريخها العريق في مجال القضاء، مؤكدا حرصه الدائم على ترسيخ استقلال القضاء ودعم السلطة القضائية وتوفير الكوادر المؤهلة لها، انطلاقا من الدور الهام الذي تطلع به في تعزيز مبادئ العدل والمساواة والحفاظ على الحقوق والحريات وتعزيز أمن المجتمع واستقراره. أكد جلالة حفظه الله الحرص على خدمة الدين الحنيف والمحافظة على تعاليم النيرة وشريعته السمحة والترحيب واحترام الأديان الأخرى والحرص المستمر للتقارب بين الأديان ونبذ الفرقة والغلو، وذلك لكل ما فيه خير البلاد والعباد. جاء ذلك خلال استقبال جلالتي في قصة صافرية عددا من القضاء الشرعيين بمحاكم البحرين، وذلك للسلام على جلالته. ورحب جلالته بالجميع متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مسؤولياتهم الوطنية تعزيزا وترسيخا لمبادئ الحق والعدالة سيادة القانون. أكد صاحب الجلالة اعتزازه وفخره بقضاة البحرين، ومؤكدا أنهم يعدون نخبة من رجالات المملكة المخلصين الذين يحملون على عاتقهم أمانة حفظ حقوق المواطنين والمقيمين وضمان تحقيق مبادئ العدالة وسيادة القانون باعتباره النهج القويم الذي لا يحيد عنه النظام القضائي في المملكة. سائلا جلالة المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل ما فيه الخير والصلاح لهذا الوطن العزيز ولشعبه الكريم. وقد أعرب القضاة الشرعيون عن شكرهم وتقديرهم لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، معربين عن تشرفهم بهذا اللقاء، حيث نقلوا إلى مقام جلالته تقدير وإشادة جميع المهتمين بالقضاء الشرعي، معاهدين الله تعالى ثم جلالة الملك المفدى على أن يكونوا دائما عند حسن ظن جلالته من خلال المساهمة بشكل فاعل في ترسيخ دعائم العدالة التي أمرنا بها الشرع الحنيف وفق ما نصت عليه قوانين ونظم المملكة، وأن يظلوا دائمين بارين بقسم القضاء الذي نتشرف جميعا بتلاوته بين يدي جلالته، سائلين الله تعالى أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويديم على جلالته موفور الصحة والعافية ويبقيه ذخرا وسندا وعزا لمملكة البحرين وشعبها الوفي، ويحفظ بلادنا عزيزة شامخة آمنة تحت قيادة جلالة الملك المفدى.